وهو تكبر في مسكتون أخضر بمسك. فهلا احنا فاهمين لحد الآن احنا وين واصلين، اللي في absorption بعدين في occlusion خيلنا القصة، بعدين في احنا حكينا الفرق بين الأورال وبين باقي الديسج فور انه في anterior-pneumatic circulation عشان ما نتخرب احنا ندرس وين وين مرتين نروح بالأورال على الليفر، مرة في anterior-pneumatic بعدين بنروح في الميتابوليزم، عشان هاي لحوانت بتدرس تلاقي حالك ايش تسألها هذا. هلا احنا حكينا الابزوربشن بعبر عنه البيو افيلابيلتي كرقم، يعبر عن الديستريبيوشن الفوليوم ديستريبيوشن كرقم، ويعبر عن الاليمينيشن. طبعا شوفوا الاليمينيشن والميتابوليزم احيانا نحكي عن اكسكريشن، عندهم بروسيس واحد ميتابوليزم والاليمينيشن، بدنا نفصلهم الميتابوليزم لحاله بالليش، بس هم بروسيس بنسميها اكسكريشن، بنسميها الاكسكريشن تشمل الاليمينيشن والميتابوليزم. الشاهد احنا هلا رح نحكي عن شيء اسمه كليرنس. كليرنس قديش نسبة الأماونت اوف دراج اللي رح تطلع، مش دراج هي الكليرنس، مش بس الدراج بس احنا بناخذها من زاوية الدراج. أي شيء في الجسم رح يصير له كليرنس، أي إخلاء من الجسم هو الاليمينيشن. هلا ما يعبر عنه هو مصطلح الكليرنس هو الذي يعبر عن كمية الاليمينيشن من هذا الدراج اوت اوف دراج. حكينا امبارح احنا بلشنا انه نحكي عن الباومن كبسول وشيء، هلا احنا بنعرف انه عندنا كليتين، الكليتين كل كلية فيها مليون نفرون، النفرون شو تركيبه؟ التركيب كالتالي، باخذوا الباومن كبسول، خذوا الجزء بتاع الثانوي، الباومن كبسول اللي هي هاي بتكون اول وحده، بنحط اوشن مناطق، ثم بروح على شيء بسموه بروكسيمال كونفلوتد تربول، بعدين بروح على اللوب هندي، بعدين بروح على الديستا كونفلوتد تربول، بعدين بروح على الكوليكتنج داكت اللي بتجمع لنا الدورين، بعدين بروح على اوكي؟ هاي هي فكره الشغل الكلى، وفي عندنا مليون واحده من هذا الشغل. هذا كما تدخل البوابات، كما تدخل اي مخلفات في الجسم تريد ان تنطرح، تنطرح الدواء، الدواء في النهايه لا تتخيلوا شيء مميز في الجسم، انه دواء هو مركب يدخل غيره المركبات الغذائيه والدوائيه وغيره، ومن السموم كما السموم يدخل اي جسم يتعامل الجسم معه حسب ستراكشر، حسب ستراكشر والميكانيزم. حكينا ان الجسم لا يستطيع ان يبقي الدواء لايبوفيليك، لانه اذا بقي لايبوفيليك سوف لن يخرج، سوف يحدث له ايش؟ ري ابزوربشن. احنا ما بنحب الري ابزوربشن سبيشلي اذا الدواء توكسيك، سبيشلي اذا احنا بدنا نجيب دوز ثاني، يعني اذا ما كان وين بنخاف منه؟ احيانا بتكون معروف انه هذا الدواء بصير شويه ري ابزوربشن، بتقدر تحدد الجرعه الثانيه بتخفف منها وهلا ما جرى. اما مرات شو بصير في كومبيتيشن ما بين الادويه على نفس الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم، فالمفروض الدواء بصير له ميتابوليزم بصير لايبوفيليك ويطلع، هايدروفيليك ويطلع صح؟ إجا واحد ثاني حل محله، إذا ما راح يصير هذا الفيلم، راح يضل الفيلم يصير ري ابزوربشن، هاي أحد أنواع الانتر اكشن. بس عشان تتخيل الانتر اكشن هو التداخل الدوائي معناها في العربي، يعني دوايين بعطيهم المفروض كل واحد يأدي واجبه كلهم يأثروا على بعض في الأداء الثيرابيوتيك، وبالتالي شو بصير عندي؟ انخفاض في القيمة الدوائية أو سمية. هذا هو الانتر اكشن، ممكن في مرحلة الابزوربشن يتنافسوا مين يدخل مين ما يدخل، واحد يدخل وواحد ما يدخل. طبعا احنا حكينا ان الابزوربشن انا حاسه نسبه معينه تدخل، اذا دخلت اكثر مش لصالحي برضه تمام صح؟ لانه يعني انا عندي ثيرابيتك دوز بتعتمد على الدرج، اذا الثيرابيتك ويندو عالي هيني انا يعني سلمت من التوكسيسيتي لانه في مجال، بس اذا واطي التوكسيسيتي بين بسرعه. اذا في الابزوربشن ممكن يكون الانتر اكشن، ممكن يكون الانتر اكشن بالديستريبيوشن على البروتين بايندينج، على الانتقال على الريسبتورات، فبالتالي ممكن كمان يصير في تنافس، ممكن يصير عندي تنافس في الميتابوليزم، يعتبر هذا الكرسي هو الانزيم يتنافس مين بده يستقرب، اللي لا يستقرب بده يطلع بده يرجع زي ما هو رح يصير له ري ابزوربشن. وكذلك في الاليمينيشن على الكدني كثير من الادويه لما ناخذ مثلا زي عندنا الاسبرين او مشتقات الجارد كيف انها تتنافس على نفس الموقع، فمرات استفدنا من هذا التنافس نعطيهم مع بعض بحيث يطولوا مفعول بعض، يطولوا مفعول بتاع دوايين واحد ياخذ الثاني يخلي مفعوله طويل يضل يعمل ري ابزوربشن. اذا انت عملت هذا الشيء بانتنشن بنيجي عندك هيك بتستفيد منه، لكن وين المشكله؟ انه ما نكون عارفين انه هذا الانتنشن حاصل والادويه تكون ثيرابيوتيك وانت واطي. لذلك معلومه عامه، ابعد الفيتامينز او الفيتامينز عن اي دواء بتاخذه، والمينرالز اي شيء له شحنه ابعثه ابعده، وكذلك الادويه الخطره اللي راح تعرفها انت مثل الجوكسين مثل الوارفرين مثل النانو ثيرابيوتيك اندكس، هذول لحالهم لا قبل بساعتين ولا بعدهم بساعتين، هذول افضل طريقه لحمايه انفسنا.
مش عارفين بس باللغه العربيه اذا مش شاطر في اللغه العربيه شو بقول لك سكن تسلم سكن تسلم بس ايش انضرب بالمثنى والجمع المذكر السالم اللي يحط يا واو يا ايه فبالتالي انت اذا مش عارف ابعد من التكوينات تمام بعض مرات الافعال ساحب بعض لما بقول لك خذ فيتامين سي مع الحديد بيساعد الابزوربشن بس مرات بقول لك الحليب لا تشربه مع الحديد يمنع امتصاصه فبالتالي انت لازم تشرب المعلومه اللي عندك اذا الكبد هذا عشان تؤمنين الادراك حكينا هذا الحكي ذات ريد كروس ذا سيل ممبرين اند ذي ار ري ابزورب ان ذا استركوبيتو هاي فهمنا صح انه اصلا الهدف من الميتابوليزم هو تحويله للاد فريك حتى ما نرجع يصير ري ابزوربشن من الاستركوبيتو الرياكشن بشكل زي ما اخذت الجسم ما اخذتش ولا الجسم اخذت الفعالات اللي تحت الجسم والديزاين هلا في عندنا يعتبر الميتابوليزم فيزين فيز 1 بسموها فيز 2 المنطق بيحكي ما بروح على فيز 2 الا انا ايش مر على فيز 1 بس نادر بمر الاشياء على فيز 2 شو هو فيز 1 هي تفاعلات كيميائيه تتم في المرحله الاولى تساعدني اتزيد اللايف فيكسيتي بروح على المرحله الثانيه اذا احتجت اذا لسه انا ادراك لسه لايف فيكسيتي عاليه بروح على الثاني عشان نزيد من الهايدرو فيكسيتي اذا هي الرياكشن اوف ذا دراج ميتابوليزم ليفت سوليبل ايجنت ار فيرست ميتابوليز انتو مور بولر هيدروفيلك هذا هو الهدف الاسمى من الميتابوليزم نحوله لهيدروفيلك سبستاسيس ديليفر فايا تو جنرال سيتس اوف رياكشن اللي معه تليفون يسكر اللي معه تليفون يسكر ديليفر فايا تو جنرال سيتس اوف رياكشن راح يكون فيز 1 فيز 2 مين بيقرر على اي واحد يروح مين بتخيل ليش بيروح الناس على فيز 1 الناس بروح على فيز 2 ستركتشر انت فيك استر يصير لك استر ايش تكسر الاستر انت فيك بون يصير لك هيدروليسيس يصير لك اوكسيديشن ريدكشن انت شو التركيب بتاعك هالمركب بيعتمد عليه التفاعل اللي راح يتم عليه زي فكره انزيم السبستريت شو اللي بخليك تروح خصائصك خصائصك اللي بتخليك تروح عشان على التفاعل انت لاي تفاعل اذا السكيم العام انه عندنا لايف فريك دراج سوف يكون فيز 1 اللي هي عباره عن الاوكسيديشن الريدكشن الهايدروليسيس الهدف اللي بتجي عندنا فوق 90% او معظم الادويه في هذه المرحله فيها في الميتابوليزم خلاص صارت قادره ان تنطرح من الجسم بعض الادويه هاي 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 فريك دراج تحتاج فيز 2 احيانا هي لحالها تقفز على فيز 2 وبتطلع على شكل مين هم الفيز 2 اللي هي الكونجوجيشن بنحطه بالكلينيك اسيد مركب كبير وهايدروفيليك فيليك بصراحه بيخلي المركب يتحول من لايوفيليك الى هايدروفيليك فبيطلع بالاليمينيشن او اللي هي بنسميها كونجوجيشن او السلفيشن هذول الرياكشن بتحولنا مباشره فيها اذا موست راح يكون فيز 1 اذا كل فيز 1 ذا دراج مي بي اكتيفيتد ان تشينج اور موست اوفن ان اكتيفيتد هل هذا موضوع هلا احنا بنحكي في موضوع النتيجه الحتميه لايوفيليك شو بيطلع؟ هايدروفيلك بس شو احنا بالنسبة للأكتيفيتي؟ بالنسبة للإليمينيشن مو ماشي شو بالنسبة للأكتيفيتي؟ ممكن ناخذ زي الأكتيفيتي زي ما هي احتمال يكفي احتمالات أو تزيد أو تنقص في احتمال ثالث يا بضل زي ما هي يا بروح بصير له ميتابوليزم كلمة ميتابوليزم المستقبل اللي حدث عليه تفاعل كيميائي التفاعل الكيميائي ينتج مركب جديد هذا المركب الجديد قد يكون أكثر سمية قد يكون أقل سمية قد يكون أكثر فعالية لذلك ليش كنت أقول لكم إحنا بنخاف من الإنتير من التكسير كل شيء لأنه ما بعرف شو هو شو راح يصير في هالروحة هاي ممكن الدواء يتحول لدواء لس أكتف ممكن مور أكتف ممكن مور توكسيك أحيانا يظلوا جزء من الدواء مش متابولايز والميتابولايز تاعه توكسيك فظل في أكتيفيتي في توكسيسيتي يعني إيه ديبين كيس كيس حسب مين هو الدواء اللي داخل حسب شو الاستركتشر شو الرياكشن اللي دخل إذا ممكن يتغير يمر انشينج وراح تدرس احنا كثير لما نقول لك this drug is eliminated unchanged in the liver يعني بطلع زي ما هو فات وطلع نص على اي رياكشن عادي بصير او موست اوف ان يعني الحال احنا كنا ثلاث احتمالات راح يدخل ويخرج زي ما هو فعاليته او تقل او تزيد مين الاحتماليه الاقوى؟ تقل لذلك بنخاف من الميتابوليزم بنخاف من حاله نادره جدا بتصير زياده الاكتيفيشن بنسميها الفور دراجز راح ناخذها انه انت الدواء كيف انت ما تغلف هديه لواحد تعطيه اياها هو ما معروف فيها الا هو يفتحها صح؟ هو نفس الشيء انا بدخل الدواء ليس اكتف بروح على الليفر بعمل له اكتيفيشن بعدين بروح على السيستم سيستم الشغل هاي الحاله الوحيده بس تجي من الليفر الحاله الوحيده هي في البروجرام بتزيد الاكتيفيتي بس موستلي شو بيسوي؟ بقلل يعني لو قلت لك جمله عامه الميتابوليزم بيكريز ذا
جزء لا يبقى لكن اغلب الحالات شو يقل الاكتيفيتي يعني دائما خاف من الميتابوليزم على الدرق. يعني تخيل الميتابوليزم عملية طحن طحن لك او بيعمل لك مشكله قبل ما تروح على الاكتيفيتي. هل الكونجوكيشن موستلي ان اكتيف الا في حالات نادره. اذا وصل لمرحله الكونجوكيشن معناته خلص انتهى المفعول بنسبه 99% الا حالات نادره في المورفين. المورفين مركب كبير هايلي هايلي لاين فيلر بروح بعمل كونجوكيشن. لا ما بعرف هذا السلايد ولا بعدها فرجيك الكونجوكيشن بس احكي لك اياها انا الكونجوكيشن المورفين مركب كبير. المورفين بيصير له الكونجوكيشن على موقعين 3 و6 واحد منهم راح يكون اكتف والمركب الثاني ما راح يكون اكتف. اذا الديبند بنفس المركب الكونجوكيشن قد ينتج اكتف ولا لا. بس موست اوف ذا دراج شو هم اذا دخلوا مرحله الكونجوكيشن فقدوا الايش؟ الاكتيفيتي ليش؟ لانهم هايلي 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 هايدروفيل ما عاد لا يروحوا ولا يجوا ولا يستفيدوا. لذلك هذه المرحله في المراحل النهائيه ما بزعل منها لاني بتعمل الينيشن بزعل منها لما تكون قبل يروح الدواء على مكانه صح؟ ليش؟ لانه راح يخرب لي الدواء. لذلك احنا في الاورال عندنا هذا التشالنج مرات في ادويه مش موجود منها مش موجود منها اورال بسبب سكيرش بس افكت. حكينا في اسباب ما بتخلينا نعطي اورال الدواء ما يتحمل الجاستريك اسيديتي تحطم بالاسيد. الاسيد الادريتي هو بروتون بيعمل بروتونيشن بغير الاستركشر المركب حتى بالبروتونيشن. في شيء بتاثر عليه الزايماتي لانه هو بروتين بيتعامل معه كاكل زي البروتين بروح بقطع لك اياه ما بنقدر نعطيه. في اشياء ما بنقدر نعطيها بسبب انه ايش؟ الفيرست بس افكت بتهلكه. فما عاد الدواء مفيد فبروح بنعطى بارامتر عشان احنا نعمل باي باس للفيرست باس افكت. خلينا نشوف الفيزيول كونفيرد لايك فيلك دراك ان مور كولر بيكول باي انتروديوسينج اور انماسك. كيف بتتم العمليات عشان تخليها؟ يا يعني ندخل مركب كيميائي عليها او انماسكينج. يعني شو انماسكينج؟ زي الاستر فكها برجع او اتش يعني بتشيل مركب بتقصه بيطلع مركب ثاني. يعني هسه الاستر ار سي دبل بوند او ار صح؟ طب شيل عند الاستر سي دبل بوند او شو بصير؟ برجع كحول وهيدروكسيليك اسيد اثنين دائمين في الماء اثنين هيدروكسيليك. اذا عملت انماسكينج هلا الانتروديوس لا نحط اكسديشن ازيد اكسجين. الاكسجين معروف بزيد البولاريتي فبالتالي هي اذا بنزيد البولاريتي باي انتروديوسنج اور انماسكينج بولار فانكشن جروب مثل او اتش وان اتش. طبعا هذول اللي بيعملوا هايدروجين فهم بيعملوا الدراج ايش؟ هايدروفيل. انفولف ريدكشن كمان اوكسيديشن هايدروليسيس مي انكريز ديكريز اور نو افكت اون ذا فاركولوجيكال اكتيفيتي. النتيجه الحتميه تزيد البولاريتي. الاكتيفيتي احنا حكينا 3 احتمالات تزيد ضلها زي ما هي تقل وموستلي بتقل. الاكشن 1 انفولف بي هذا راح يمر عليك طول حياتك مصطلح اسمه بي 450 نقراه هيك سيستم اللي هم هذا الرياكشن اللي بنستخدم سيستم اسمه بي 450 دازنت انفول يعني في عندنا يعني الرياكشن الاول يا بستخدم بي 450 يا ما بستخدم. خلينا نشوف شو هو البي 450. البي 450 هو مجموعه من الانزيم الموجوده في الدم هي اللي بتقوم نعم شوي في نوعين رياكشن بتعمل انفول للبي 450 هي الاعظم اكثر وفي رياكشن يعني هون بدل هي استنى عشان انا اكون 1 اند 2 اذا هاي لازم تكون 1 اند ايش؟ عرفت شو بدي؟ ها انه نوع عندي واحد بيستخدم البي 450 وواحد ما بيستخدم. بس مين الاكثر؟ اللي بيستخدم البي 450 خاصه في ادويته وراح يشوف في انواع محدده بالاسكت ومشهور فيز 1 رياكشن يوتلايزنج ذا بي 450 اللي هي ذا فيز 1 رياكشن موست فريكونتلي انفولد ان ذا ميتابوليزم اذا كاتالايزد باي سايتوكروم بي 450 سيستم. سيستم كامل موجود في الليفر اللي هو مايكروسوما ميكس فانكشن اوكسيديز مجموعه من الانزيمات شركه كامله من الانزيمات شغاله لعمليه ايش تعمل فيز 1 من الاوكسيديشن من الريدكشن من الهيدروليزم من الى اخره من هذا الرياكشن اللي موجود في فيز 1 هاي نسميها سايتوكروم بي 450 هيك سموها تمام. هلا رح نشوف ان لها فاميلي وصف فاميلي واسماء والى اخره. البي 450 هذا سيستم از امبورتنت في الميتابوليزم اوف ماني اندرجرز. ايش موجود في الجسم؟ الله خلقه عشان يحمينا من ايش؟ اول شيء المواد اللي في جسم الاندوجينس بخلص مفعولها بهريها وخلص زي ما بنقول بنهيها والمواد التوكسيك بخفف من سميتها. اذا اوف ماني اندوجينس كومباوند مثل الستيرويد يعني الليبيد والستيرويد والهرمونات لما تأدي مفعولها وتزيد شو بصير فيها؟
هيدروليسيس اخر شيء هي تروح على هذا السيستم. كمان الباي ترانسفورميشن الاكسوجينس المواد اللي جاي سامه طلعت من الجلد فاتت علينا كمواد سامه على جسمنا، مين اللي تخلص منها؟ موصلي بهذا السيستم. سايتوكروم بي 450 ديزاين از في ثلاث حروف سي اي بي او سيل از سوبر فاميلي. هلا رح نلاقي انه بين اسماء طبعا سايتوكروم بي 450 اي 4 سايتوكروم بي 450 كذا سايتوكروم شو معناها؟ الثلاث حروف الاولى تعني سوبر فاميلي زي عيلتك الكبيره الهيمو كونتيننج انزايم that are located in most cell but primary energy. أكثر مكان موجود فيه وين الميتابوليزم هو الليبر. لكن أحياناً زي الستريز موجود عندنا وين حتى في الجي آي ممكن يحط لي بعض الأدوية. بس وين المكان الأساسي للميتابوليزم هو الليبر. لكن لا يعني ذلك على مكان أخرى زي الجي آي. السيتوكروم بي 450 السب هذا هو مجموعة موجودة وين في الهيمو كونتيننج أيزو إنزايم موجودة في الليبر والجي آي. ليش سميناها سي اي بي؟ لان في فاميليز كثير من الانزيم. احنا هلا حنشوف كيف تسميته. نمركليتشر يعني تسميه اوف ذا بي 450 ذا فاميلي نيم از انديكيتد باي ذا ارابيك نمبر. هلا السايب يعني احنا رايحين على هذا اللي هي كونتينر نايزو ديزاين، يعني احنا هذا المجموعه اللي من السيستم كامل من السايتوكروم كامل. ثاني شيء هذا الفاميلي هو الرقم العربي اللي هي رقم ثلاثه هون مثلا شو اسمها هاي؟ فاميلي. زي انت مثلا تكون عيلتك كبيره يجي فخذك يجي اسم ابوك جدك بعدين اسم ابوك بعدين اسمك عشان تحدد اسمك بشكل دقيق. السايتوكروم اللي هي اسم الفئه الاكبر، اما العائله من هذه الفئه هي 3 الكابيتال لتر الصف فاميلي. من عيله 3 شو الصف فاميلي بتاعتك؟ ماشي؟ بعدين السكند نمبر اللي هو 4 هو انديكيت سبيسيفيك ايزو انزايم، يعني كأنه بعطيك شيفرة، أنت جاي من السيتوكروم بي 450 عائلة ثلاثة، صف فاميلي A ومن أيزو إنزايم رقم 4، يعني ممكن تلاقي 3A1، 3A2، تمام؟ ممكن تلاقي 3A، 3C متعدد. هذول التسمية إلهم سبيسيفيست، شو بتتوقعوا؟ هل هو متخصص أم غير متخصص بي 450 أيزو إنزايم؟ متخصص على بعض الأنواع. Because there are many different genes that encode multiple enzymes, there are many different isoforms. يعني عندي أنواع مختلفة، الجينات مختلفة يا ورثة الإنسان. أحياناً بيكون عندك ديفكت جيني ما بتصنع واحد من هذول البي 450، فما بتستقلب نوع معين من الأدوية، فبصير عندك سمية منه، فما بتقدر تاخذه. بعد هذا الجينيتيك ايش فاريشن عندنا، إذا المسؤول عن الجينيتيك الجينيتك الماتيريال بتاعتك هي اللي بتعمل لك الجينيتك ترانسفورميشن لمين ذا بي 450 وبالتالي تحدد الانواع الموجوده عندك وكل نوع مسؤول عنه جين بيكون. This enzyme has the capacity of modifying large number of structural diverse substances. رح نلاحظ مواد مختلفة بس كل واحد منهم متخصص لمواد. هلا in addition in an individual drug may be substrate for more than one. هلا كل ايزو انزايم له خصائص يدخل عليه المادة بس ممكن الدواء يروح على اكثر من وحده. ليش؟ لانه في مركب هون بينفع هون يروح بينفع مركب هون يروح، ليش؟ لان كل وحده بتشتغل على رياكشن. كل وحده لها تخصص معين في الاستر، اذا في استر ممكن الوقت يكون في استر وفي ان اتش في نفس الوقت، فبده امينيشن وبده استريفيكيشن، فبالتالي ممكن يروح هون يروح اذا تخيلوا على مواقع لا التفاعلات الكيميائيه تغيير الاستركشر تاع الدرج حتى يصير مور هايدرو فيليك بي ان، يعني هذا الهدف. احنا بالنسبه لادويتنا هذا سيستم كبير وواسع. هلا مين اكثر الادويه وجد انه ادويتنا وين بتروح؟ احنا ليش حكينا عنه هذا الكلام؟ هذا الباث واي اللي بتروح فيه الادويه. اكثر ايزو انزايم بتروح عليهم اللي هو سايتوكروم 3 اي 4 5، لاحظ حتى 4 في منها 1 2 3 4 حسب الايزو انزايم. اذا اشهر واحد فيهم سايتوكروم 3 اي 4 5 اوفر 5. في عندنا هذول اشهر شيء بيروحوا عليهم الادويه. سيتوكروم 2D6، سيتوكروم 2C8 by 9، سيتوكروم 8D. طبعا ترتيبهم حسب الأهمية من أكثر شيء مستخدم في الأدوية، يعني وين أكثر الأدوية؟ وين هي بتهمني؟ بتهمني لما يقول لك الدواء الفلاني يستخدم في سيتوكروم 3A45 والدواء الثاني كمان زيه. بخاف من الإنتر أكشن، يتنافسوا على الإنزيم، واحد يحل محل الثاني ويصير عندي ريأبزورشن. هذا اللي بخاف منها، إنه معرفة أين يذهب الدواء بتهمني اضمن الاكتيفيتي والثيرابيوتيك
تخفف من التوكسيسيتي مثلا. جينيتيك فاريابيلتي بيفور 50 انزايم اكسبت كونسيدر من جينيتيك فاريابيلتي او انديفيدوال اندريسيان جروب. حكيت لكم انا من بدايه المحاضره اننا مختلفون كبشر بالريس بالجينيتيك، حتى احنا في العائله ممكن نكون مختلفين في بعض الاشياء وهم الف انتهت المرات الاولى. احنا مختلفين حتى في الريس يعني جينيا بعض الريسز، يعني شو معنى الريس؟ العرق، يعني احنا عندنا العرق البوغازي، عندنا العرق الافريقي اللي هو شو بسموه النيجرو، عندنا العرق المغولي اللي احنا منه، عندنا الاعراق، هذه الاعراق جينيا مختلفه بشكل خفيف. هذا يعني في نظريات بيقول لك يجب ان يفحص الدواء حسب الريس، يعني لما بفحص الدواء افحصه على السنيين واليابانيين، افحصه على العرب والشرق الاوسطيين، على مين كمان، على القوقاز وعلى الافارقه. كيف في دراسات لكل فئه اشوف نفس الاستجابه ولا لا، يعني في فاريشن بسيط ما بين السايتوكروم P450. تمام. اذا الفاريشن ان P450 مين في السريه؟ يقول لك ان اختلف الـ P450 اكتيفيتي تغير واختلفت سبب تؤثر على الافيكاسي للدرج وعلى الادفيرس افكت. مين الدليل؟ يعني هو اللي عمل في الميتابوليزم. شو اللي عمل في الميتابوليزم؟ طيب. الاهداف التأكيد بتاعت راح تختلف في الميتابوليزم اللي عمل الدواء. بلشت صح وبلشت وبعدين رحت غلط. يعني عيدها، هي ترتيب الجمل، هي الجمل شكلها صحيحه بس انت شو رتبها؟ الجمل صحيح. هسه اللي بيعمل الميتابوليزم هو الـ P450. تمام. هو اللي بيعمل ميتابوليزم، بس اذا عمل خلل في او صار تغير ميوتيشن، صار شيء صار مش موجود عندك، تغير طريقه الميتابوليزم فممكن تقل فعاليه الميتابوليزم بتاعته او تزيد، وبالتالي كمل. صح انت ماشي صح، كمل خلص اشوف مين يكمل. يعني زي ما حكى انه بيصير الميتابوليزم لدواء معين ممكن غير الميتابوليزم بتاعته، بعدين بيصير له سايد افكت، يصير طالع عندي سايد افكت تاثر عليه. طيب نسيت حاجه، احنا حاسبين جرعتنا تذكروا فيز 1، شو كنا نحكي في فيز 1؟ كنا نحسب فارماكوكاينتيك هذا اللي بنعمله من هو الميتابوليزم، هي شو الفارماكوكاينتيك؟ ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم الينيشن، عشان نعرف خصائصه عامه. انا لما بعرف انه بصير الميتابوليزم باسم معين بحط الجرعه على اساس انه هذا الدواء يكون في جزء منه انا عارف انه راح يخرب، اوكي؟ يعني زي انت مثلا بتكون نعتبر بعطيك مصروفك ابوك كله هاي زياده لاي تتاخر مره تروح التاكسي بدل الباص السريع مثلا، حط احتياطات. احنا بنحط هذا انه في عندنا مشكله راح تصير اللي الميتابوليزم وتطحن. طبعا لا تتخيل الدواء بيدخل 100% زي الميتابوليزم حسب الجرعه، لذلك ايش في نسب معينه ان الادويه اللي حكيت لكم بتكون في سبستريت لكل شيء كونجيجيشن مباشره بتخرب، هاي ما بدنا نعطيها، بس اذا قدرنا نعطيها في نسبه معينه. هلا اذا تغيرت النسبه أو هذا الجين تغير أو إذا مش موجود عندك الجين المسؤول عن هذا السايتوكروم، إذا كمية الميتابوليزم مختلفة، كمية المادة الفعالة مختلفة، وكذلك كمية المتغيرات مختلفة. أحيانا إحنا شو قلنا عن الميتابوليزم؟ أحيانا قد يصبح الدواء أكثر سمية، قد يزيد أكثر أكثر أكثر. شو؟ يزيد التوكسيسيتي اللي هي الأدفيرس إفكت. إذا أحيانا أنا الميتابوليزم بيخفف لي من التوكسيسيتي، أحيانا الميتابولايت، شو معنى الميتابولايت؟ ناتج الميتابوليزم بنسميه ميتابولايت، أخف توكسيسيتي من المركب الأصلي. احيانا غالبا اكثر توكسيسيتي، احيانا زيه. اذا انا لما يتغير اكيد رح يتغير عندي، شو بطمع؟ من كميه دواء قادر تعمل افيكاسي وكذلك من ميتابولايت تعمل توكسيسيتي، بالالتريشن اكيد رح يتغير عندي الافيكاسي والتوكسيسيتي اللي عندي. هذا السايتي بروبلي 450 دي بي 6 ان بارتيكول هاف بين شون تو اكسبت جينيتيك بوليمورفيزم. كلمه بوليمورفيزم انت ما عليك فيها، بس هي معناها من بعض الادويه نعاني منها ستيبلتي، كراب ستيبل، كراب السوليد بشكلين، كريستال بوليمورفيزم، بوليمورفيزم، بتعرفوا هاي البوليمورفيزم هو الاكثر، ستيبل وان ستيبل، يعني في تحولات بتحول من شكل الى شكل بنفس عدد الذرات، واحد منهم ستيبل وواحد ان ستيبل. تغيير البوليمورفيزم بغير الاكتيفيتي. بغير خاصه هذا الظروف الاكتيفيتي مش جيده، في بعض المركبات غير يعني سهل جدا تتغير الستيبلتي بتاعها، لذلك تخزينها صعب. فبالتالي بنخاف منها، انه دائما لازم تنفحص بشكل دوري انها ما تغيرت الستيبلتي بتاعتها عشان الافيكاسي. هلا بقول لك هذا حتى الجينات حتى السايتوكروم بصير عنده بوليمورفيزم، بتغير شكله، بصير عنده موديفيكيشن. هذا الموديفيكيشن الميوتيشن ريزلت ان فيري لو كاباسيتي اوف ميتابوليزم سبستريت. لما يصير في ميوتيشن تغير جين بتغير شكله، تمام؟ زي القفل غير الغالب بغير بطل المفتاح القديم يدخل على المفتاح الجديد، صار جديد، تمام؟ فبالتالي التغير بيؤدي الى اختلاف الميتابوليزم وبالتالي شبه متوقع توكسيسيتي،
اذا صار مثلا على هذا اللي هو سايتوكروم بي سايتوكروم 2C19، هذا الدواء الفلابكس اللي عمره حدا من درايف سوى شبكيه، وبعد الشبكيه بيقولوا له خذ الفلابكس كمميع عشان يمنع الجلطات يضله لمده سنه بعد الشبكيه مستمره. هذا الفلابكس اذا احنا عارفين اللوكيشن شو مميع، اذا قاعدين ننقذ حياته لانه دخل جسم غريب عليه عشان يصير عندنا مميع وما يصير جلطه. طيب هذا وين بروح يشتغل؟ شوف اهميه مساله، انا جايبتك المثال عشان تعرف شو اهميه انك تعرف وين صار البروفيت. هذا صار البروفيت على 2C9، شايفين اسمه عيله 2 صب عيله سي ورايح على 19 من الايزو انزيم، تمام؟ هذا الميتابولايزر بقول لك بيشنت هو هارد كور اللي عندهم نقص فيه مش موجود عندهم، هذا هاير انسيدنس اوف كارديوفاسكولار ايفنت فور اكزامبل ستروك او ميوكارديت. طب خلينا قبل ما اشرح اللي بيصير، افرض البيشنت لما اخذ هذا الدواء ما استفاد منه، شو بنتوقع منه يصير عنده؟ هو بيمنع الجلطه، شو بنتوقع؟ يصير جلطه وستروك ويتوفى. ليش؟ بقول لك لانه اذا هذول الاشخاص كان ما عندهم هذا الايزو انزيم اللي بيساعد على الميتابوليزم تاعه، ايش؟ راح هو داخل على شكل بودره. شو يعني بودره؟ دواء يجب تشغيله قبل ان يعمل، يعني انت لازم خطوه تشغيل. لازم خطوة التشغيل. فبالتالي هذا الدرج لازم يروح على السايتوكروم 2C19 ويتشغل، بعدين يبلش شغل. طيب إذا ما عندي سايتوكروم 2C19 ما راح يتشغل، معناته كأني ما أخذ مميع، كأنه راح يصير عند البيشنت إيش؟ جلطة. هذه شايفين الجينتيك فاريشن أدت إنه هذا الدواء اللي هو اسمه لوبي ديجرول هو أبرودرج، واجد كلمة أبرودرج عشان تعرفوا أبرودرج، دواء يدخل إنكتف ينشطه الكبد فيصبح هذه الحالة الوحيدة اللي بستفيد من الكبد انه يصير الناتج احسن الداخل. مش قلنا في ثلاث حالات؟ اغلب الحالات بتدخل من قل الاكتيفيتي، وهذا الحاصل في مصر قدرة. حالات ما بتتغير، هذا الاكثر حظا، والاقل حظا او الاكثر حظا انه ما يتغير فعاليته بالضبط زي ما هي. هل صرنا نستفيد مرات من الميتابوليزم؟ انه الدرج نحميه من الجي اي، نحميه من الانزيم، نحميه من كل شيء، ونخليه لما يوصل على الليفر يقوم بفكه ويبلش ايش؟ شغله. طيب اذا المشكله في الليفر ما بتشغل الدواء، كاني ما اخذته، وبالتالي هون بصير عندنا مشاكل زي هاي الحاله، بيكوز انه هذا السايتوكروم اكتيفيتيز ريكوير تو كونفيرت انتو ذا اكتيف متابوليتيز. فتوقع البيشنت بصير عنده ستروك، شرطه قلبيه، ويتوفى نتيجه انه هو باخذ الدواء بس ما بيستفيد منه لانه ما في دواء بس يعمله لاكتيف فور. Some individual obtain no benefit from the opioid analysis. إذا تذكر إذا عندكم ناس بيقول عن الرمانين ريفاكود، عمرك سمعت واحد قال أعطيني حق الريفاكود؟ الجيل القديم القديم بيقول عنه ريفاكود لأن الرمانين كان ينباع ريفانين زائد كودايين. هو ما زال البرودكت كودايين، كودايين هو أحد مشتقات الأوبويد، هي مشتقات الأفيون اللي يدمن عليها. وهو نفسه اللي عمرك شفت شراب الورد اللي فيه دواء الكحة بيجي بوصفة، برضه فيه كودايين لعلاج الكحة. هذا بتاخذ بعدين، بس الفكره انه هذا الكودين كان ينصرف مع مين؟ مع الريفانين، كان اسمه ريفاكود. الكبار في السن الكبار في السن بيقول لسه بيقولوا عن الريفانين شو؟ هات لك حبه ريفاكود، لانه متعودين على الاسم التجاري القديم زي تايب، لسه الناس متعوده على سيرف، اسم ماركه ترى، تايب وسيرف هذول اسم ماركات الباودر الغسيل. الشاهد هذا الكودين الهدف من اعطائه للبيشن يخفف الم او يشيل قحه. يقول لك كثير من الاندفيدول ما بيستفيدوا منه بسبب because they lack the cytochrome P2D6. تذكروا؟ وهو لازم يستقلب هناك عشان يستفيد منه، بقول لك روح بكون الانزيم خربان ونبطل نستفيد منه، فباخذ الكودايين ولا بستجيب. لانه ما في عندهم ميتابوليزم. لا تأكتيفيت دراج سيميلاري بوليمورفيزم مين كاتي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 
بتغير شكله بعد فترة أو جينيا بصير طفرات بتغير شكله. هاي سلايد لازم تكون بعد هاي لأنه بتحدث عن نفس الموضوع. تمام؟ إذا هذا على الكوديين. إذا بسبب إنه قلنا شو السبب إنه عندي جينيتيك بوليمورفيزم هذا يصير عندنا مشاكل فيه، بصير فيه تغير جيني بطل يشتغل على السبستريت المفروض يشتغل عليها. يعني من أحد السبستريت الكوديين ببطل الكوديين يعمل له أكتيفيشن من بطل مستفيد منه. شفتوا أهمية الميتابوليزم ممكن يلغي العملية العلاجية كاملة إذا هو برودرك خاصة أو إذا هو لازم يتخلص منه بهذاك الدرج. إذا مهم الميتابوليزم يكون فاهمين فكرته، مش إنه يعني حاجة بعد أسئلة تتوقع أنا قصدي افهم
الميتابوليزم حتى بكره اذا تقرا قيمته راح تقول لنا قدام الميتابوليزم احيانا يكون الميتابوليزم اهم نقطه في الدواء. احيانا عندنا الابسوربشن هو المشكله الاكبر، يعني كل دواء له فارماكوكينتيك مختلفه. مرات الفي دي عالي جدا ودلبنا زي الفيليتون بنحكي فيه، فبالتالي تكون فاهم كل نقطه شو اهميتها لما تسمع المعلومه شوف شو معناها ما يتبعها منه. تمام. هلا نقسم أنا مش إحنا قلنا إنه هم ماكينات خاصة تشتغل بسيستم خاص على مواد خاصة شكل الإنزيمز. طيب أنا بشتغل في مصنع أو في آلة المفروض تخلط على سرعة معينة، إجا زميلي وزاد السرعة يا بتنحرق الآلة يا بتخرب إذا كان السيستم ماشي على نظام محدد، أو إجا زميلي بدل ما هو ثلاثة حاط لي اثنين، أكيد رح يصير في خلل ولا لا؟ هذا ما يحدث في الدواء. أحيانا الأدوية بيجي جاي بتلطش في بعض، واحد يكون ماشي وحلاه ورايك على ستة رجل، واحد ثاني خليه الميتابوليزم بتاعه أكثر، واحد بيمنع الميتابوليزم بتاعه وقعد مكانه. هذا الانتر اكشن بنخاف منه، هذا سيريوس خاصة في الأدوية حتى تكون خطرة. حبة البنين ما استفدت منها مش مشكلة، تاخذ حبة البنين الثانية صح؟ حبة الديجوكسين إذا ما استفدت منها أنت أو زادت الجرعة بوقف قلبك، فبالتالي البنين شو هو الدواء أو الثيوبين الوارفرين المويع برضه بتصير جلطات صارت في الدماغ انتهينا. فبالتالي الامور تقصد المواد بشكل عام التي تؤثر على بعضها، لا انديوسر وانهبيتر. شو معنى انديوسر؟ انديوسر من اندكشن بزود، انهبيتر يظبط مخطط من المنشطات ومخطط. خلينا نشوف شو معنى انديوسر. الاكزينوبيوتيك المواد الغريبه اللي تدخل على الجسم كيميكال نوت بروديوس اور اكسبكتد تو بي بريزنت ان اي ماده تدخل على الجسم ليست المكونات الرئيسيه بسميها زينوبيوتيك. شو يعني؟ زي الدواء، زي السموم، اي مواد ثانيه تعتبر ماده غريبه. تمام. يتمي اندوس الاكتيفيتي اوف ذيس انزايم، هي داخل ممكن تاثر على هذا الاكتيفيتي يا تشغله يا تقلل من شغله. الفينوباربيتال مثلا، مثال الفينوباربيتال هذا دواء من ادويه التشنجات. الريفامبيسين نوع من انواع ما راح اسالك فيه. الريفامبيسين هو من المضادات الحيويه اللي بنعالج فيها التيوبركلوسس اللي هو السل. الكاربوميزابين هذا له اكثر استخدام للصرع وللنفسيه ومرخي عضلات. هذول كلهم راح يعملوا اي اي ان سي يعني انكريز في سايتوبروبي انزايم سينثيسيس. شوف شو بتسوي؟ بتزيد تصنيعهم، بتزيد عددهم وبالتالي فعاليتهم وبالتالي الاكتيفيتي، وبالتالي مقدار ما يطحن من ادويه وبالتالي الجرعه ما عادت اللي صار في زياده الجرعه اللي انا بدخلها ما عادت تكفيني. أو السومية زادت إذا كان عمال ينتج عندي بوضع سام، فبالتالي في صم دراج ميتابوليزم وبالتالي الفلوس. قاعدة عامة نكتبها مع بعض عشان هذه تغلبوني فيها وتغلبوا تسألوني. قاعدة عامة إنه إذا صم دراج أو أني دراج أو أني زيرو بيوتيك تكتبوها، لأنه ممكن تكون دراج أو برودكت أو توكسين أو أي شيء أو مادة غذائية. أني ماتيريال أني صمصة زي البكتيريا عليك زيرو بيوتيك اي شيء، لانه عكس زيرو بيوتيك اندو بيوتيك يعني مواد داخليه او اندوجينس. اني سبستنس او اني ماتيريال او اني زيرو بيوتيك انكريز ذا ميتابوليزم اوف ذا دراج. It will decrease its activity. راح تقلل من فعاليته. منطق ولا مش منطق؟ احنا ماشيين على اي قاعده؟ انه معظم الميتابوليزم بقلل الاكتيفيتي. ماشيين على هاي القاعده، اذا كل ما زدت الميتابوليزم شو قالنا؟ راح نزيد قلل الاكتيفيتي. هاي في الحال زي ما بقولها الباس ماجورتي بالليش العام. بس اذا كان برودراج بنستخدمه احنا، اذا كان برودراج وزدت الميتابوليزم بزيد الاكتيفيتي. بس احنا بنحكي عن السواد الاعضاء يعني جمله عامه هيك بنحكيها. الشعب الاردني يحب المنسف بس في ناس ما بيقفلوا السواد الاعضاء ايش؟ بيحبوا بس في ناس ما بيقفلوا. احنا بنحكي معظم الادويه اذا زاد عمليه الميتابوليزم كده شو صار بالاكتيفيتي؟ قلت. الا اذا كان شو بصير؟ ليس من الحكمه زيادته ولا نقصانه. ليش؟ لان حاسب جرعه معينه. الجرعه المعينه محسوبه تمام؟ هيها نفسها. اذا زدت الاكتيفيتي شو معنى الاكتيفيتي؟ تخيل الاكتيفيتي شو بدي افكرها يعني زياده معدل؟ نرفع معدل. زياده الاكتيفيتي مثلا اني انا باخذ دواء تخيل معي. عشان تربط رجلين. اني انا بعطي دواء لتنزيل الضغط، شو الاكتيفيتي؟ بدي انزل ضغطه، طب زدت الاكتيفيتي، شو بصير عنده؟ هبوط ضغط.
الاكتيفيتي بدي انزل السكر هدف نبيل. طيب انا زدت عن الحد الطبيعي صار هايبوغلايسيميا هدف غير نبيل، فبالتالي زياده الاكتيفيتي مش دائما شيء مميز يعني احنا تودينا لسايد افكت. تمام هذه الاكتيفيتي كما دخلناها الزياده والنقصان تعتبر انها ايش انتر اكشن يعتبر انتر اكشن الى كان يجدد انا دخلي هيك عشان تزيد ماشي، بس انك تزيد الاكتيفيتي لشخص معين هذا احيانا انت تضره تميع الزايد بعطي انتي كواجولات عشان امنع الجلطه. طب زاد التميع هيموريج راح يصير عندي امنع الهيموريج وزاد راح اسوي جلطات، فبالتالي زياده الاكتيفيتي يعني صايد افكت لا تقل سوءا عن نقص الاكتيفيتي. فبالتالي الجنرال سبيكينج بنحكي كل ما زاد الميتابوليزم الاندوسر شو بيعمل بالاكتيفيتي بقل. طب شو بصير اذا زادت عندنا الميتابوليزم؟ طيب زاد الميتابوليزم غالبا عشان راح تسالوني طب والبرودراكت غالبا راح يصير عندنا ديكريز البلازما دراج كونسمبشن. طيب لو دخلنا دواء اسمه ايه والميتابوليزم شو معنى الميتابوليزم؟ يعني بيتحول لشيء ثاني سي ان دي شو راح يصير في الكونسنتريشن لاي في الدم؟ يقل. منطق ولا مش منطق؟ ديكريز دراج اكتيفيتي اذا طلعت اس ان اكتيف هاي انفصلت. شو يعني ديكريز الاكتيفيتي؟ إذا كانت الميتابوليزم إذا يتحول إلى دواء inactive وزدت من inactive معناته شو صار في الأكتيفيتي؟ قلت. increase the drug activity إذا drug is active. إذا كان البرودراكت شو راح يصير في الأكتيفيتي تاعته؟ أنا بنشط أكثر أكثر. دخل البرودراكت وزدت من الميتابوليزم عن الحد الطبيعي صار البرودراكت كله يذهب إلى الأكتيفيتي راح. It's decrease the therapeutic drug effect generally هذا. هذا generally زي القاعدة اللي أنا أعطيتك إياها. therapeutic effect عموما اللي في البروجرام بتزيد بس عموما شو بصير فيها؟ قلنا جنرالي حط عندها كلمه جنرالي راح تزيد قلنا على اعتبار انه معظم الادويه لما تزيد الاكتيفيتي تاعتها تتحول الى ان اكتيف فورم مش هيك حكينا او الى ليس اكتيف فورم وبالتالي تقل الثيرابيوتيك دوز. هنشوف الانهبيتر شيء يعرفه ضده صح ولا لا؟ الانهبيتر شو تتوقع هذول؟ بقللوا موست كومن فور يعني هذول مثلا لما بشوف هذول الادويه بخاف منهم في نوبارتول كان بصير كارتول أي دواء هذا بعلمنا الأدوية. ليش؟ لأن هذا في الكتاب الدراسي إذا كنت تاخذ بعين الاعتبار راح إيش يعمل لك مشكلة. هنشوف الانهيبيتورز most common form of inhibition is through the competition. إحنا عرفنا كيف بزيد الاندكشن بزيد لي من تكوين الإنزيم صح؟ كيف زاد الاندوسر؟ كيف عمل الاندوسرز؟ زادوا لي عدد إيش؟ هيا زادوا لي ال والسنتسيس لمين؟ للأرز الإنزام يزيدوا من تكوين هذه الأرز الإنزام. إحنا هلا الانهيبيتر شو طريقته؟ الميجر موبيلتا في الانهيبيشن إنه دواء بيسبق الدواء الثاني على مكان، اثنين حابين نفس المكان، طب بصير كومبيتيشن زي عباص. بدنا نلتقي ولا نلتقي، هو اللي بيفوز هو اللي بيركب، الثاني ما راح يركب إذا كانت آخر فرصة، صح ولا لا؟ فبالتالي كومبيتيشن هي المشكلة. إذا الانهيبيشن تكون كومبيتيشن فور ذا أرز في حالة مدروسة كاملة اسمها كومبيتيشن انتاغونست. الدواء بيساوي ضد الدواء الثاني للكومبيتيشن على مكانه بيلغي في المفعول. سيريس ادفيرس هاي بخاف منها ايمتى؟ الدواء المفروض يعمل الميتابوليزم خلال فترة الأحداث وأنا منعت الميتابوليزم ونزل على الكلية ورجع علينا وعنده توكسيك افكت. إذا تستمر التوكسيك افكت وتزيد وتزيد الجرعة صح؟ إذا هذا بصير خطر عليك. لوبوبرازول هذا دواء من أدوية المعدة. نسميه البروتون بومب انهبيتر انهبيت 3 اوف ذا سايتوكروم سايتوكرين شافوا لهم ثلاثه اللي هم ريسبونسبل للوارفارين. الوارفارين هو انتي كوجولانت ماده مميعه تستخدم كمميع لعلم الجلطه تمام. طيب بنحن الوارفارين يعمل طبعا الوارفارين بس معلومه صغيره عنه نورو ثيرابيوتيك اندكس. نورو ثيرابيوتيك اندكس يعني بسرعه بضرب في المنيا. الوارفارين ميتابوليزم بتاثر عليه الاوبرازول يعني اذا اخذت حبه معده ضاقت علي الدنيا واخذت حبه المعده عشان وجع المعده اخذتها مع الوارفارين على حيل اصريت اني اخذهم مع بعض. شو بصير؟ بصير عندك الاوميبرازول شو بيعمل؟ ينشط يضبط الانزيم الذي يعمل على الميتابوليزم للوارفارين. بطل الوارفارين يستقلب شو بصير في الكونسنتريشن تاعه؟ بيزيد لانه ما في حدا يطحن. طيب زاد الكونسنتريشن شو بتوقع؟ هو بيعمل انتي كواجولات يعني بيمنع التجلط وزادت عن حده بصير هيموريج بصير اللي راح يصير اكيوميشن للوارفارين انكريز انتي كواجولنت وبليدنج. انا بغنى عنه هذا الحكي في حاله اني اعطي دوايين مع بعض. هذا الانهبيتر مثل الاريثرومايسين هذا احد المضادات الحيويه القديمه الموجوده الكيتوكونازول من عمر شاف زي شاف النيزورال اللي بنحطه القشره او غيره النيزورال للفطريات الكيتوكونازول ريزونافير احد الانتي فايرال
هذول اعطيكم مع اي دواء ثاني بيشتغل على نفس الريسبتور بصير الانهبيشن راح يصير ايش هذا بس تدخل دائما المنافسات داخل المداخلات ايش جريب فروت جوس هاي انا الغذاء مرتبط بالدواء هاي فكره تشرب لي عصير مع الدواء بطلوها يعني هذا اشرب معاه كاسه حليب بصير الغذاء المهم عند الدواء يا سيدي المي البلين الحاله الحلوه اللي الله خلقها افضل شيء ممكن ما تاثر العصير بس بنقول تاثر بدي اسوي لك دراسه على كل عصير بتشربه انت ها عران وعلى الميز وعلى عملت عليهم دراسات كله اشرب الاشي لحاله المي بكلين بعيدا عن الله خليك ايش نظيف احسن تمام الحليب المهم مع اشي ومع اشياء لا بصير بقول لك بصير كاسه الشريم شو بدها تاثر هي الحب الصغير وحب الكاس الكبير يعني نظريه بتشوف نظريات سفاحه فبالتالي اللي بقول لك شو دخل اخذ حبه وانا بوجع في رجلي بدي شيء عند الرجلين اساس الحبه ما بتقدر توصل يعني ما هو كمان احنا بدنا ناخذهم انه فهم دائما كاسه مي فول جلاس اوف ووتر فول جلاس اوف ووتر بس كاسه مي ما حبت الدواء كفاها الله صلى الله عليه وسلم بس ما تبلع عليها بريده وخلاص اخذ كم دخان وما انا هيك بشوف واخذ الحبه بكمل حديث انتهت القصه او شفت قهوه كاسه مي كامله بعض الادويه بعض الادويه بتعمل اريتيشن في البريد يعني في أدوية لهشاشة العظام لازم تحكي لما يقول لك زاوية قائمة لمدة نص ساعة على الأقل لأنه إذا نام بصير إريتيشن ممكن تحسوا كانسرات في المريء فخلص خليك مستقيم زاوية قائمة 90 وشرب حبة الدواء وخليك متفائل في الشفاء وسمي بسم الله خليك إيش بلاش حليب وعصير هاي الجريفروت خذ لك الجريفروت مفيد جدا وفيتامين سي وبنزل الوزن وممتاز شوف 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 اشتغل على السايتوكروم 304 السايتوكروم 304 هذا ابر الريسبتورات كلها يعني هو اكثر سايتوكروم بتروح عليه القلب تخيل شو بيعمل بيعمل عندنا انهيبيشن يعني اي دواء فايت مع الجريب فروت بقل استقلابه طب اذا قل استقلابه شو بصير بالكونسنتريشن بيزيد اذا كان توكسيك بيزيد اذا هاي الكونسنتريشن مثلا نيفيدبين نيفيدبين مش مطلوب الادويه مش مطلوب الادويه بس انا بحكي لك قصص الا قصص اخر قصه النيفيدبين هذا من ادويه الكالسيوم شانل بلاكرز هذا شو ميزته؟ انه بنعالج فيه الضغط وامراض القلب والى اخره اذا اعطيناه مع الجريفروت شربناه مع الجريفروت بصير عندي ايش؟ يقل الميتابوليزم ويزيد الكونسنتريشن فيزيد نزول الضغط اريثروميسين مواد حيوي زي ما باستاتين هذول الادويه الدهنيه اذا بشكل عام راح يصير عندي بتزيد سايد افكت تزيد التوكسيتي والم هنا تمام هذا مثال على اللي هو الغذاء مع الدواء تمام سلام